نتكلم عن الدوري، اتحاد الكرة أعلن التعاقد رسميا مع الحكم البرتغالي السابق فيتور بيريرا ليكون رئيسا للجنة الحكام ومسؤولا للتطوير حتى نهاية موسم 23-24، يعني الموسم اللي جاي، صح؟ اللي جاي، يعني هيكمل النص موسم ده ويتواجد لموسم آخر. ودي صورة وهو برفقة الأستاذ وليد العطار، رئيس أو المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، وبعديها مع المستشار القانوني، وبعديها مع الكابتن الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد. ودي صور للرجل الوسيم اللي عليه مسؤولية كبيرة سريعة بتنتظر منها النتائج، ولكن أكيد الحكام والخبراء ليهم رأي نحب نعرفه. معنا على التليفون الكابتن جهاد جريشة، حكمنا الدولي السابق. كابتن جهاد، أهلا بيك منورنا. هاني، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. مساء الفل يا كابتن جهاد. فيتور بيريرا جاء بعد رحيل مارك كلاتنبرج، توقعاتك، رؤيتك، استطلاع للمشهد الفترة اللي جاية. بص، هنتكلم بمنتهى الأمانة بالأرقام. الراجل ده لعب 2 كأس عالم، 98 2002، فشارك كأس العالم. مارك كلاتنبرج لو مقارنة مع مارك ما لعبش كأس عالم قبل كده، كان حكم كبير. مارك بس ما شاركش كأس عالم كحكم. تمام. خبرات كرئيس لجنه، مر على 3 أو 4 لجان في بلاد كبيره زي البرتغال، واليونان زي روسيا، وروسيا زي اعتقد. اليونان. فبنتكلم في خبرات كبيره كراجل بيدير التحكيم في بلاد كبيره زي البلاد اللي ادارها دي، وبالتالي في خبرات موجوده كمدير للحكام. كل ده مميزات موجوده مع الخبير الاجنبي اللي جاي جديد، ما كانتش موجوده مع مارك كلاتنبرج قبل كده. تمام. طيب، احنا المشكله او السلبيات اللي كانت موجوده في تجربه مارك ان هو الراجل كان جاي ما يعرفش حاجه في التحكيم المصري، نفس الراجل الاجنبي اللي جاي دلوقتي ما يعرفش حاجه في التحكيم المصري. ايوه، وبالتالي اللي موجودين معاه هم حجر الاساس لنجاح التجربه. ما تمام. اتمنى الناس اللي ما تشتغل معاه ان شاء الله ربنا يكرمهم، اذا كان فاروق والناس اللي موجوده معاه ربنا يكرمهم ان شاء الله، يعملوا حاجه محترمه جدا مع الراجل ده عشان في الاخر ينجح، وعشان التحكيم المصري يخرج بقى للنور، ويبقى فيه تطوير، ويبقى فيه شغل على الارض نحس بيه كلنا، وكلنا نثمن على النجاح ده ان شاء الله. طيب، في ضوء، انا الحقيقه بحييك يا كابتن جهاد، لانك دايما يعني لما بتحلل نقطه الرئيس الاجنبي للجنه بتتكلم بنصائح، مش بانه في تجربه فاشله او ناجحه من قبل ما تبدا يعني، فانت بتقرا المشهد، ودي حاجه بحييك عليها يعني دايما. وعشان كده انا احب اسالك، انه في ضوء ان كان في مارك كلاتنبرج وعشنا تجربه واحد اجنبي قبل كده، وبالتالي عندنا خلفيه من فكرة التعامل وفكرة الصعوبات اللي ممكن يكون بيواجهها، ايه هي الصعوبات اللي تتوقع ان يواجهها فيتور بيريرا، وايه النصايح اللي تنصحه في طريقة التعامل مع الصعوبات دي؟ بص، هو اول حاجه الراجل ده مش عارف حاجه في التحكيم المصري، يعني مهما لا يعرف حكام ولا يعرف خبرات ده، هو رئيس لجنه وجاي مطول، وبالتالي لازم يعرف دهاليز الدوري المصري والقسم الثاني والقسم الثالث، الحاجات دي مش هيعرفها ولا سنه ولا سنتين عشان يعرفها، مش هيعرف ده. الحاجات دي تبقى موجوده مع لجنه الحكام المصريين اللي موجودين معاه، هم دولت اللي عندهم كل الداتا اللي ممكن تساعد الراجل ده، والداتا دي لو موجوده عنده صح هيطلع خبراته اللي موجوده عنده عشان يضيفها على الداتا دي، وبالتالي ناخد في الاخر منتج محترم في اداره التحكيم المصري. تمام. لكن الراجل اللي جاي ده بخبراته لو ما خدش الداتا صح او اشتغل مع الناس المصريين بصوره واضحه وصريحه عشان ما نقعش في مشكله مارك اللي فاتت مش هينجح. من دلوقتي بقول لك واحد من منظومه التحكيم المصري، اتمنى الراجل ينجح والموجودين المصريين معاه ينجحوا عشان في الاخر التحكيم المصري ينجح. ده مهم جدا يا هاني في الفتره اللي جايه ان الراجل ده ياخد كل المعلومات والصوره كلها تبقى كامله قدامه عشان تاخد من خبراته اللي موجوده عشان ترجع التحكيم المصري. ده مهم جدا. ممتاز. طيب، النهارده كان في سيراميك كليوباترا ضد حرس الحدود، هل من تعليق على اداء التحكيم او القرارات الاهم في المباراه؟ انت قلت على لقطه دلوقتي، انا على فكره ما اتفرجتش على المباراه خالص، بس انت يعني هقفل مع حد معاك دلوقتي وهبص على اللقطه اللي كانت عليها، لازم اتفرج عليها، ما شفتهاش. تمام. طبعا بحييك على يعني مصداقيتك كالعاده، ونورتنا وشرفتنا كابتن جهاد جريشه، حكمنا الدولي السابق من